بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب القرآن الكريم. نتواصل وإياكم من خلال قناة القرآن الكريم من الجزائر مع برنامج الماهر بالقرآن. هذا البرنامج الذي يعنى بعرض أحكام قراءة القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. مشاهدينا الكرام، لا يفوتني في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام في هذه الحصة المباركة ببركة القرآن الكريم. يحضر معنا ابنتنا فاطمة الزهراء بودان. أهلا وسهلا بك بنيتي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. ويحضر معنا أيضا ابننا أيوب بن هلال. أهلا وسهلا بك يا بني. مرحبا بك أستاذ. ويحضر معنا أيضا ابننا مسفر والناس. أهلا وسهلا بك يا بني. مرحبا، شكرا. العفو. على بركة الله، مشاهدينا الكرام، نواصل ما كنا توقفنا عنده في الحصة الماضية من عرض مباحث أو أبواب علم التجويد، وإن شاء الله تبارك وتعالى اليوم سنشرع في باب جديد. نتعرف على هذا الباب الجديد بعد هذا الفاصل بإذن الله. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. إذن مشاهدنا الكرام، سنعرض اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بابا من أبواب علم التجويد، وهو من أهم أبواب علم التجويد، وهو كما ذكر العلماء يشكل شطر قراءة القرآن الكريم، وذلك أنه ورد عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه نصا في هذا الباب، لما سئل عن قوله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال رضي الله عنه وأرضاه: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذا الباب هو باب الوقف والابتداء، قلت هو من أهم أبواب علم التجويد، وذكر العلماء في ذلك نصوصا كما سيمر معنا بحول الله تبارك وتعالى. مشاهدنا الكرام، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل له نفسا محدودا يملأ به رئتيه ليتكلم بعد ذلك، فهذا النفس لا يسعفه أن يقرأ مثلا قصة من أولها إلى آخرها وهي قصة طويلة، أو أن يقرأ مثلا سورة طويلة من أولها إلى آخرها بنفس واحد فقط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا يصح له في كلام العربي وفي قراءة القرآن الكريم أن يقف في أثناء الكلمة، يعني أن يقف في وسط الكلمة ويأخذ نفسا، كما أنه لا يصح له في كلام العربي عموما وفي كلام الله تبارك وتعالى خصوصا أن يقف بين كلمتين منفصلتين من حيث الرسم مثلا، ولكن أثناء اللفظ بالوصل كأنهما متصلتان، فلا يصح له أن يأخذ نفسا بينهما ثم يواصل بعد ذلك قراءته. ولذلك أيها الإخوة الكرام، مشاهدين الكرام، وجب عليه وتعين عليه أن يختار موضعا يقف فيه لأجل أن يأخذ نفسا ويواصل قراءته، هذا من حيث تلفظه بهذه الكلمات. وطبعا هذا الوقف لا يكون هكذا سبهللا عفو الخاطر كما يقال كيفما اتفق، لا، عليه أن يختار الموضع الذي يقف فيه. لماذا؟ لأن البناء العام لهذه السورة التي يقرأها أو لهذه العبارات التي يتحدث بها في خطابة أو يعرض مثلا قصة أو موضوعا ما، البناء العام لها مجزأ في داخله إلى معان جزئية،
فيجب عليه أن يقف في المواضع التي تؤدي هذه المعاني الجزئية، بحيث إذا قرأ مقطعا من كلمة إلى كلمة أخرى يقف عندها، ذلك المقطع الذي يقرأه من كلام الله تبارك وتعالى يؤدي المعنى المراد الذي أراده الله عز وجل. ولذلكم ولأجل هذا الغرض وجب على قارئ القرآن أو قارئ نص ما من نصوص اللسان العربي أن يتخير المواقف أو المواضع التي يقف فيها. وفي هذا المعنى يذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن نصا مفيدا، قال رحمه الله: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد يعني كاملة، ولم يجز التنفس في أثناء الكلمة معنى في وسط الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس وللاستراحة. وطبعا هذا المكان الذي يتخيره أو يختاره يجب عليه أن يؤدي المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى إذا كان يقرأ القرآن الكريم. ولذلك مشاهدينا الكرام حث العلماء من أهل التجويد والقراءات التعلم، حثوا على تعلم هذا الباب وهو باب الوقف والابتداء ومعرفته معرفة تامة حتى يقرأ القرآن الكريم بصفة سليمة يؤدي بها القارئ المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. وقد نقل الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله وغيره أيضا من العلماء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الوقف منازل القرآن، الوقف منازل القرآن، كما يعني شبه قارئ القرآن الكريم بالمسافر. هذا المسافر الذي يقطع مسافات طويلة يحتاج إلى أن يتوقف في أثنائها، يتوقف ليأكل شيئا ما أو يشرب شيئا ما أو يتوضأ للصلاة أو يرتاح قليلا، فهذا المسافر لا يقف كيفما اتفق، يقف في المواقف التي يشعر فيها أنه آمن وتتوفر له حاجاته أيضا من مأكل ومشرب ومكان للصلاة مثلا أو مكان للاستراحة، ويكون في ذلك في مأمن. ولذلك وجب على حافظ القرآن الكريم أن يقف في المواقف التي يأمن فيها من أداء معنى قبيح أو غير مراد من كلام الله تبارك وتعالى. ابن يالوش رحمه الله تبارك وتعالى له تعليق جميل على كلام سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، قال فيه: ولا يخفى أن من له نظر سديد لا يعدل عن النزول بموضع مأمون من المخاوف كثير الخصب والماء يقيه من الحر والقر. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن لم يلتفت لهذا ويقف حيث شاء فقد خرق الإجماع وحاد عن إتقان القرآن وتمام التجويد. ولذلك مشاهدنا الكرام الأصل في وجوب تعلم الوقف والابتداء حديث رواه لنا ابن أبي مليكة رضي الله عنه أرضاه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. وفي رواية قالت رضي الله عنها: كان يقطع قراءته آية آية. والحديث رواه الإمام الترمذي رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى. كما روي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فأجاب رضي الله عنه: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وفي هذا يقول أيضا الإمام ابن الجزري في مقدمته، يقول رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف.
ثم ذكر تفصيلها كما سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله. أقوال العلماء في أهمية الوقف والابتداء كثيرة جدا، وذلك لأهمية هذا الباب. منهم ما نقله الإمام السيوطي رحمه الله: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر أو الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل، يعني بمعرفة الأماكن أو المواضع التي يقف فيها. منهم أيضا الشيخ محمد ابن يلوش التونسي رحمه الله يقول: معرفة الوقف والابتداء متأكدة غاية التأكيد، إذ لا يتبين معنى كلام الله عز وجل ويتم على أكمل وجه إلا بذلك، فرب قارئ يقرأ ويقف قبل التمام المعنى، يعني قبل أن يكون المعنى تاما الذي أراده الله تبارك وتعالى، فلا يفهم منه ما يقرأ، ولا هو أصلا لا يفهم ما يقرأ ولا يفهمه أيضا السامع، بل ربما يفهم من ذلك غير المعنى المراد، وهذا فساد عظيم. نعطي مثالا على ذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: قالوا يا أبانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، أو فأكله الذئب على القراءة التحقيق. لو وقف القارئ على لفظ فأكله فيقرأ مثلا: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، إذا كان وقف هنا هذا وقف قبيح، يفهم من المقطع الذي قرأته وتعمدت الوقف عليه لبيان خطر الوقف هكذا كيفما اتفق دون تمام المعنى، يفهم منه أن سيدنا يوسف عليه السلام أكل المتاع، يعني يصير الفعل هذا فأكله متعلق بما قبله اللي هو المتاع. والصواب والمراد الذي يعني المعنى الذي جاء في هذه الصورة هو غير ذلك، فأكله الذئب، يعني هذا الفعل متعلق بالفاعل الذي بعده، فعلى الإنسان أن يختار جيدا مواضع الوقف حتى لا يقع في مثل هذه الأوقاف القبيحة التي لا تؤدي مراد الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنية. مما ورد من النصوص في هذا الباب، يعني باب الوقف والابتداء، كلام للإمام يوسف ابن علي البسكري رحمه الله تبارك وتعالى، قال فيه: الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع، أو يعني وهو فهم للمستمع وفخر للعالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتباينين والحكمين المتغايرين. كما ذكرت قبل قليل هناك معنيان مختلفان، أحدهما أن سيدنا يوسف عليه السلام أكل المتاع، والثاني أن الذئب هو الذي أكل سيدنا يوسف، طبعا هذا في زعمهم بما زعموا، فالأول بعيد جدا والثاني مكذوب لكنه متوقع، وهو المراد من قولهم، وهو المراد من قولهم رغم أنه كلام غير صحيح. وقد أبلغ أبو حاتم رحمه الله تبارك وتعالى في بيان أهمية الوقف أو معرفة الوقف والابتداء، فقال رحمه الله: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. الذي لا يحسن الوقوف، يعني لا يعرف أين يقف فيؤدي مراد الله تبارك وتعالى، لا يعرف القرآن، بمعنى لا يتوصل إلى المعاني التي أرادها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ولذلك اهتم به العلماء منذ القديم، فالإمام نافع رحمه الله كما ذكر عنه الإمام ابن الجزري أنه كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى. وقد اهتموا أيضا بالنسبة إلى الوقف والابتداء
بالتأليف فيه، اهتم العلماء بالتأليف فيه كثيرا، يعني من جهة ذكر أنواعه وأقسامه إلى غير ذلك، واهتموا به أيضا من جهة الضبط بجعل علامات له واختيار المواضع التي تؤدي مراد الله تبارك وتعالى، ووضعوها في المصحف الشريف تسهيلا على القارئ، يعني الذي لا يحسن أن يدرك المعاني التي هي في القرآن الكريم فلا يعرف أين يقف، فالعلماء جعلوا له يعني من علامات الضبط علامات الوقف، جعلوا له هذه العلامات، وإن شاء الله سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في حديثنا عن هذا الموضوع في وقته بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه مقدمة أحببت أن أقدم بها لهذا الموضوع حتى أبين أهمية هذا الباب. لا بد لقارئ القرآن الكريم من أن يتعلم هذا الباب حتى يحسن قراءة القرآن الكريم. الآن نشرع في ذكر ما يتعلق بأحكام الوقف والابتداء من أقسامه وتعريفه إلى غير ذلك. نبدأ أولا مع تعريف الوقف. الوقف في اللغة قيل هو الكف أو الحبس، أما من حيث الاصطلاح هو قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ بنية الاستئناف، يتنفس فيه القارئ بنية الاستئناف، وطبعا يكون في رؤوس الآية ويكون في غير رؤوس الآية، يعني في وسط الآيات. هذا بالنسبة إلى تعريف الوقف، قلنا بنية استئناف القراءة، أما بنية قطع القراءة هذا يسمى القطع. يوجد الوقف ويوجد القطع ويوجد أيضا السكت. الوقف كما عرفته قبل قليل اصطلاحا، والقطع هو نفس تعريف الوقف لكن يكون بعدم نية استئناف القراءة، والسكت يتنفس فيه عفوا يسكت القارئ سكتة لطيفة من غير تنفس ثم يواصل قراءته، هذا يسمى السكت. بالنسبة إلى أنواع الوقف وأقسامه التي جعلها العلماء على شكل قواعد يتعلمها قارئ القرآن الكريم، هذا يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أو إلى ثلاث اعتبارات. أول شيء باعتبار اللفظ والمعنى، ما هي أنواع الوقف إذا كان اعتبرنا اللفظ والمعنى. ثانيا باعتبار ما يوقف عليه، ما هي الهيئة أو الطريقة التي يقف بها القارئ على آخر اللفظ، هذا تندرج تحته أنواع. وآخر شيء سبب الوقف، يعني ما هو الباعث على هذا الوقف. هذه ثلاث اعتبارات سنقسم بها إن شاء الله تبارك وتعالى أو من خلالها أنواع الوقف والابتداء. نبدأ مع القسم الأول وهو ما يعني أنواع الوقف باعتبار اللفظ والمعنى، باعتبار اللفظ والمعنى. أول شيء هو الوقف التام، يعني أول نوع من أنواع الوقف باعتبار اللفظ والمعنى هو الوقف التام، وهو الوقف على كلام لا تعلق له بما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، يعني هذا الكلام لما نقف عليه مستقل تمام الاستقلالية أو الاستقلال عن الكلام الذي يأتي بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. مثال ذلك لما نقرأ مثلا في أوائل سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ونقف ثم نبدأ بعد ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم، هنا وقفنا على لفظ المفلحون وقف تام، كان الحديث على أهل الجنة ثم صار الحديث بعد ذلك على أهل النار اللي هم الكفار، فهناك فرق بين الحديث عن هؤلاء وبين الحديث عن هؤلاء، فلا تعلق من جهة المعنى، ثم نجد
أن الحديث عن الفريق الثاني بدأ بقوله تعالى إن الذين كفروا، يعني كلام مستأنف لا علاقة له بما قبله، هذا يسمى الوقف التام. النوع الثاني هو الوقف الكافي، وهو الوقف على كلام، يعني لما نقول على كلام أخير أكيد في النهاية سيكون وقف على حرف واحد من كلمة، الحرف متصل بالكلمة والكلمة متصلة بمجموعة من الكلمات عبارة، لذلك نقول الوقف على كلام، يعني عبارة فيها معنى معين له تعلق بما بعده من جهة المعنى دون اللفظ، يعني ما يكونش مثلا جار ومجرور ولا مثلا الصفة والموصوف مثلا أو المستثنى والمستثنى منه إلى غير ذلك، لا يوجد تعلق لفظي بينهما. أما من حيث المعنى العام فما زال متسلسلا مع الكلام الأول الذي وقفنا عنده، وهو يعني مثال ذلك قوله تبارك وتعالى إن الآية التي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بعد وش يجي قوله عز وجل ختم الله على قلوبهم، يعني ما زال الحديث عن هؤلاء الكفار متواصلا، ولكن اللفظ بين قوله لا يؤمنون وبين قوله ختم الله على قلوبهم لا تعلق بينهما. طيب النوع الثالث من أنواع الوقف باعتبار اللفظ والمعنى هو الوقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، لكن الوقف عليه يؤدي معنى حسنا في نفسه أو معنى صحيحا في نفسه. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نجد أيضا مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة لما نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فوقفنا على لفظ العالمين وعلى لفظ الرحيم هو وقف حسن، الحمد لله رب العالمين وقف حسن أدى معنى في نفسه في حمد لله تبارك وتعالى، ثم جاء بعده قوله عز وجل الرحمن الرحيم متعلق بما قبله من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ولكن الوقف على الأول أدى معنى صحيحا في نفسه. هذا قيل فيه يعني يحسن أو يصح الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده إلا إذا كان في رأس آية. النوع الرابع طبعا هذه الأوقاف التي ذكرناها قبل قليل هي أوقاف جائزة، الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. أما النوع الرابع هو الوقف القبيح، هذا وقف ممنوع، وهو أن يقف القارئ على لفظ يؤدي معنى قبيحا أو يؤدي معنى مهملا، يعني غير مفهوم لا علاقة له بذلك الكلام أو بتلك الآيات التي كان يقرأها. مثال ذلك لما نقف مثلا في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أو ذلك الكتاب لا ريب، يقف الإنسان ذلك ويقف، لم ذلك يعني لم يؤدي أي معنى، لم يفيدنا بأي معنى لما نسمع أحد القراء أو يقول ذلك ويقف، يعني لا يبقى المعنى مبهما لا نفهم منه شيئا. أما من حيث الألفاظ التي قد يوقف عليها في القرآن الكريم وتؤدي معان قبيحة، مثال ذلك في قوله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربما يقف الإنسان على كلمة كما حملته ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ويقف، هذا يؤدي معنى قبيحا يفهم منه السامع أن الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا حمل إصرا كما حمله البشر، وهذا غير صحيح وهو معنى قبيح جدا في حق الله تبارك وتعالى. مثال آخر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، لو يقرأ الإنسان مثلا
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يقف، يفهم من خلال هذه القراءة أن الواو في قوله عز وجل والذين آمنوا هي واو العطف، وهؤلاء الذين آمنوا أيضا لهم عذاب شديد مثل ما كان الابتداء في أول القراءة أو في أول الآية الذين كفروا، وهذا غير صحيح. الذين كفروا لهم عذاب شديد، خلاص انتهى الكلام. ثم الواو واو استئناف، الواو الاستئنافية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. معنى هذا الكلام أن عبارة والذين آمنوا وعملوا الصالحات متعلقة بما بعدها، فالواو واو استئنافية وليست متعلقة بما قبلها، والواو واو عطفية. لكن إذا وقف القارئ على قوله تعالى وعملوا الصالحات يؤدي المعنى الثاني القبيح، يجعلها واوا عطفية والعبارة متعلقة بما قبلها، وهذا غير صحيح وفي غاية القبح، لأن الذين آمنوا بشرهم الله تبارك وتعالى بأن لهم أجرا ومغفرة وجنة ورضوانا ورحمة إلى غير ذلك، وليس لهم عذاب شديد. هذا الوقف القبيح ممنوع، لا يصح الوقف عليه. نقرأ دائما نحن سورة الفاتحة في صلاتنا، ولذلك أحببت أن نذكر أمثلة أو نذكر الآيات أو المواضع التي فيها الوقف لكي نبين أنواعها، يعني تطبيق صغير على سورة الفاتحة. عندنا مثلا أول شيء الحمد لله رب العالمين عند رأس الآية هو وقف حسن، الرحمن الرحيم وقف حسن، مالك يوم الدين وقف تام. احنا ماذا عرفنا في الوقف الحسن؟ ماذا قلنا؟ قلنا يصح الوقف عنده ولا يبتدأ بما بعده مباشرة إلا إذا كان رأس آية. طيب إذا لم يكن رأس آية كيف أبدأ؟ أعود كلمة يعني كلمة كلمتين ثلاث كلمات، ما هو الضابط؟ من حيث يستقيم المعنى، أعود فأبتدئ من حيث يستقيم المعنى ثم أصل تلك الكلمة بما بعدها، تلك الكلمة التي وقفت عليها وقفا حسنا. فلما نقول الحمد لله رب العالمين وقف حسن، نبدأ بما بعده لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ سورة الفاتحة، قرأها آية آية. ولذلك نجد الإمام الهبطي رحمه الله تبارك وتعالى لا يضع علامة للوقف على لفظي العالمين والرحيم، إنما يضعها على لفظ الدين، يعني على طريقته أو على اختياره أن نقرأ سورة الفاتحة بهذا الشكل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا جائز، والهبط رحمه الله اعتبر في اختياره الوقف التام فوضع عنده علامة الوقف. ثم يأتي بعد ذلك قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، عند كلمة نعبد وقف حسن لكنها ليست برأس آية، فنصلها بما بعدها، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، حتى عند لفظ نستعين أيضا وقف حسن. نعم. ثم بعد ذلك عفوا إياك نستعين وقف تام، سيبدأ بعد ذلك كلام جديد فيه دعاء لله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم وقف حسن، صراط الذين أنعمت عليهم وقف حسن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين نهاية السورة وقف تام، وأواخر السورة كلها أوقاف تامة. فكم صار عندنا من وقف في سورة الفاتحة، يعني وقف تام عند قوله عز وجل الدين، وعند قوله تبارك وتعالى وإياك نستعين، وعند قوله عز وجل ولا الضالين، وهو الذي اختاره الإمام الهبطي رحمه الله تبارك وتعالى.
فجعل في الفاتحة ثلاثة أوقاف، وقفان زائد نهاية السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا وقف تام. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا وقف تام. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا وقف تام. يعني ثلاث أوقاف في مجملها، واختيار الإمام الهبطي رحمه الله تبارك وتعالى باعتبار اختيار الأوقاف التامة في هذه السورة. أما باعتبار اختيار الأوقاف التامة والحسنة، وأن يقرأ الإنسان اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قراءته، فنقرأ آية آية: الحمد لله رب العالمين. طبعا سأقرأ الآن على العد المدني الأخير، وهو مذهب الإمام نافع رحمه الله. فمن يقرأ لقالون أو يقرأ لورش يكون عنده رؤوس الآية بهذا الشكل، وهي سبع آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا العد المدني الأخير. يكون عنده مثلا المصحف برواية حفص، سيجد أن عدد الآيات مختلف نوعا ما. في العدد في المجموع هو واحد، سبع آيات سبع آيات، لكن في العد الكوفي يعتبر البسملة آية، البسملة يعتبرها آية، فيقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هاي سبع آيات. يعني في المجموع سبع آيات، لكن في العد الكوفي يعتبر البسملة آية، وفي العد المدني الأخير لا يعتبر البسملة آية، ويجعل قوله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية مستقلة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد أخذنا قسط. قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال. الله تبارك وتعالى تتمه بحول الله عز وجل. الآن ننتقل إلى القسم الثاني أو الجزء الثاني من هذه الحصة مع البراعم والأطفال الذين يحضرون معنا في هذه الحصة. نستمع إن شاء الله إلى تلاواتهم، ويكون ذلك بعد هذا الفاصل بحول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود والعود أسعد وأحمد بحول الله تبارك وتعالى مع ضيوفنا الكرام الذين يحضرون معنا في هذه الحصة، حصة الماهر بالقرآن. معنا أختنا وبنتنا فاطمة الزهراء، وابننا أيضا أيوب ومسفر. فإن شاء الله نبدأ معك فاطمة الزهراء. نرحب بك أولا، أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أنت أيضا، وأشكركم على الاستضافة الحسنة التي قمتم بها باستضافتي إلى برنامج الماهر بالقرآن بقناة القرآن الكريم الجزائرية الخامسة. أشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. العفو، وفيك بارك الله يا بنيتي. فاطمة الزهراء، كم عمرك؟ عمري 14 سنة. ما شاء الله. في أي سنة أنت تدرسين الآن؟ سنة ثانية متوسط. ما شاء الله. تحفظين القرآن كاملا؟ نعم أستاذ. الحمد لله، هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليك. في أي سنة أنت بدأت حفظ القرآن الكريم؟ عندما كان في عمري 6 سنوات، قبل وفاة أبي بسنة رحمه الله تبارك وتعالى. يعني فاطمة الزهراء يتيمة الأبي، ومع ذلك شرعت في حفظ القرآن الكريم. نعم أستاذ.
الشكر موصول لوالدتك ولمن حرص على تربيتك وتوجيهك وتعليمك وتوجيهك إلى حفظ كلام الله تبارك وتعالى. فطبعا هذه كما يشير السيد المخرج أو من تكلم معي لا أدري هي صدقة جارية على والدك رحمه الله إن شاء الله أستاذ. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في لاميته الشهيرة: هنيئا مريئا والداك، الوالد والوالدة أيضا، والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. يعني الله عز وجل سيلبس والديك يوم القيامة تاج الكرامة وتاج الوقار. بسبب ماذا؟ بسبب حفظك لكلام الله تبارك وتعالى. فهذا شيء يبشر بالخير، وفيه أيضا تشجيع لكل أبنائنا الذين يتابعوننا ويستمعون إلى هذا الكلام بأن يشرعوا أيضا في حفظ كلام الله تبارك وتعالى، لأن فيه الخير الكثير. كم كان عمرك لما حفظت القرآن الكريم؟ 6 سنوات. هذا في السن الذي بدأت فيه. نعم. ومتى ختمت القرآن؟ عندي مدة 3 أشهر من اللي ختمت. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير ونفع الله بك إن شاء الله. أنت الآن تدرسين في السنة الثانية متوسط. كيف استطعت في هذه المرحلة، يعني طبعا لما بدأت حفظ القرآن كنت في المرحلة الابتدائية، كيف استطعت أن توفقي بين حفظ القرآن الكريم وهو ليس بالأمر يعني الهين، يعني يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى حافظة وضربة وممارسة، ومع ذلك ما شاء الله ناجحة في دراستك في الدراسة النظامية الأكاديمية. كنت نخصص وقت لدراستي في المدرسة، أيضا كنت نخصص وقت قراءة القرآن الكريم، كنت نقرأ في مقر جمعية الإرشاد والإصلاح. وبعدها جائحة هذه كورونا فتحوا لنا قناة القرآن الكريم في الهاتف، كنت طلعوا ذيك أمبليكاسيو. يعني صرتم تدرسون عن بعد. نعم صرت عن بعد. أشكر المديرة الخاصة بالقناة التي أشرفت على تأسيس القناة من أجل دراستنا، أشكرها جزيل الشكر. هي أيضا من ولاية شلف أستاذ، أقدم لها الشكر الجزيل. نشكرها ونحن كذلك نحييها ونشكرها لأنها حرصت وعملت على تحفيظ أولادنا وبناتنا كلام الله تبارك وتعالى. نشكر كل من ساهم في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله سنستمع منك اليوم. إذن مشاهدين الكرام، حتى تتابعون معنا أو حتى تتابعوا معنا، نقرأ اليوم إن شاء الله من سورة القلم. افتحوا المصحف على سورة القلم الآية 34، يعني نبدأ من قوله تبارك وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه الآية من سورة القلم، سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى القراءة منها إلى آخر السورة إن شاء الله. بسم الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أعيدي لو سمحتي بهذا الشكل: أم لكم كتاب فيه تدرسون. وقفي على رأس الآية. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. طيب معلش نعاودوا الآية هذه: أم لهم شركاء، ليس فيها التنوين، أم لهم شركاء، ولا نقول شركاء،
أعيدها لو سمعتي. أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إيتي بغنة الإخفاء. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ترهقهم بتفخيم الراء، نقول ترهقهم. ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. نفس الشيء، يعني الملاحظة نفسها. فذرني، الراء الساكنة إذا سبقت بفتح أو سبقت بضم فحكمها التفخيم عند جميع القراء. فذرني. فذرني. أيوة. مع تفخيمها. إلا إذا كان المفتوح الذي قبلها، عفوا، إذا كان سبقت بياء ساكنة مثلا ترقق. لما نتكلم على الراء الساكنة سبقت بمفتوح أو مضموم هنا تفخم. إذا سبقت بكسر ترقق، طبعا يكون الكسر أصلي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أعدي لو سمحتي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فانتبهي، عندنا فاصبر لحكم ربك، عندنا راء ساكنة وبعدها لام، ورش رحمه الله يظهرها. كيف يتبين الإظهار؟ نجد علامة السكون فوق الراء ولا نجد شدة على اللام المفتوحة بعدها، هنا نفهم أن فيها الإظهار. فاصبر لحكم ربك، ولا نقول فاصبر لحكم ربك. لو كان فيها الإدغام لا نجد علامة السكون على الراء ونجد علامة الشدة فوق اللام، واضح؟ نعم. يعني اقرأيها بالإظهار. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. لنبذ، انتبهي، لنبذ. لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. شوفي، هي الصاد، انتبهي معي بنيتي، هي صاد وفيها حكم التقليل، يعني الإمالة الصغرى، نبقى محافظين على صفاتها مع إمالتها. لا نقول صا بأب صا بأب صا، هاي الإمالة، واضح؟ لا نرققها حتى تصبح سينا بأبصارهم، لا، بأب صا بهذا الشكل. بأب صا بأبصارهم. نعم. بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. حسبك. صدق الله العظيم. وبشر رسول الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك، تلاوة ممتازة، جزاك الله خيرا ونفع الله بك. مع هذه الملاحظات التي ذكرناها لك،
الإنسان دائما في تعلمه، أحيانا يخطئ في الحركات أو يخطئ في بعض الأحكام لا يؤديها كما ينبغي، فهو في مرحلة التعلم. قد يحفظ الإنسان القرآن كاملا من أوله إلى آخره، لكن تلاوته تكون في حاجة إلى تدقيق في الأحكام أكثر. فأنت ما شاء الله مازال العمر أمامك إن شاء الله، ربي يبارك فيك، ومجالات التعلم الحمد لله مفتوحة، إن شاء الله تزيدين أكثر. نسأل الله عز وجل أن يزيدك علما وينفع بك إن شاء الله. جزاك الله خيرا إن شاء الله. الآن مع ابننا أيوب، أيوب بن هلال، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا فاطمة الزهراء من ولاية شلف، هكذا اسم المدرسة التي درست فيها، تابعة لمسجد؟ لا أستاذ، هذه كانت جمعية خيرية، جمعية الإرشاد والإصلاح لمكتب بلدي لبلدية الزبوجة. ما شاء الله، نفع الله بكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعود إلى أيوب. أيوب، في أي مدرسة تدرس القرآن الكريم؟ أنا أدرس في مدرسة الإمام ورش. نعم. إمام ورش عن نافع بمدينة البوليدة. ما شاء الله. مدرسة الإمام ورش هكذا اسمها. نعم. ما شاء الله، نفع الله بك وبارك في من علمك وفي من وجهك لحفظ كلام الله تبارك وتعالى. أيوب، كم عمرك؟ عمري 12 سنة. ما شاء الله. في أي عمر بدأت تحفظ القرآن الكريم؟ بدأت في عمري 7 سنوات. ما شاء الله. وكم عمرك الآن؟ 12 سنة. وكم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ خلال هذه الفترة 25 حزب. ما شاء الله، يعني وصلت إلى سورة النور. سورة أنزلناها وفرضناها، ما شاء الله، نفع الله بك إن شاء الله. وفي أي سنة تدرس يعني الدراسة النظامية؟ سنة الثانية متوسط. ما شاء الله، ربي ينفع بك إن شاء الله. الآن أنت ما شاء الله تحفظ، بدأت في الحفظ عمرك 7 سنوات، وتحفظ إلى سورة النور، وتدرس في السنة الثانية متوسط. كيف استطعت أن تجمع بين، يعني تستطيع أن تنجح وتحفظ القرآن الكريم، كيف كنت تفعل حتى نجحت في هذا المسار؟ خلال تنظيم الوقت والأوقات الفارغة. ما شاء الله، هذه نقطة مهمة جدا، ننصح بها أيضا طلابنا وأبنائنا، أنهم يستغلون أوقات فراغهم. إنسان عنده وقت فارغ يستغله في حفظ كلام الله تبارك وتعالى أو في مطالعة الكتب، لا يضيع وقتا كثيرا مع اللعب، خاصة هذه الألعاب الإلكترونية. معلش، الإنسان ساعة فساعة يأخذ أحيانا وقتا للعب وللترفيه عن نفسه، لكن لا يجعل هذا على حساب دراسته أو على حساب حفظه لكلام الله تبارك وتعالى. فأيوب ما شاء الله نموذج طيب من أبنائنا الذين يجمعون بين حفظ القرآن الكريم والدراسة النظامية، وناجحين في كلا الأمرين. فإن شاء الله نستمع منك الآن، تقرأ علينا من سورة القلم، ابتداء من قوله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش، اجهر بالاستعاذة أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. إيتي بغنة الإخفاء. أيهم بذلك زعيم. الميم الساكنة تخفى عند حرف الباء. والمد الصلة سلهم، سلهم يكون بمقدار 6 حركات. ميم الجمع إذا أتت بعدها همزة القطع، فورش رحمه الله يمدها بمقدار 6 حركات. سلهم
أيهم بذلك زعيم. واضح؟ أعيدها لو سمحت. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. شوف القلقلة فيها أو الباء الساكنة فيها صفة القلقلة. ها أبا بهذا الشكل أبصارهم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وكلمة ترهقهم كما ذكرنا قبل قليل الراء ساكنة مسبوقة بفتح فتقرأ بالتفخيم تر، ونقول ترهقهم تر خطأ ترهقهم. أعيدها. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. نعيد الملاحظة معليش نكررها مرة أخرى حتى نتعلم ونستفيد جميعا إن شاء الله نحن وإخواننا من المشاهدين الكرام. كلمة فذرني الراء ساكنة مسبوقة بفتح حكمها التفخيم، لا نقول فذرني، فذرني، نعم، مع المحافظة على تلقيق الذال حتى لا تصبح ضاء. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. أنا كذلك كنت مثلك صغيرا وأقرأ وأخطئ في التجويد، وكان أستاذنا يعلمنا أين نمد وأين لا نمد وأين نفخم وأين لا نفخم حتى تعلمنا هذه الأحكام. واضح؟ يلا واصل. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه. هنا عندنا ما يسمى بالمد المنفصل. لولا أن تداركه نعمة. لاحظت؟ لو تنظر في الألف التي بعد اللام تجد عليها علامة المد، لأنه الألف هذه إذا جاءت بعدها همزة القطع التي هي في كلمة أن تداركه أن، فهنا نمد هذه الألف بمقدار 6 حركات. انتبهت معي؟ لولا أن تداركه نعمة. أعدها لو سمحت. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هل تستطيع أن تملأ النفس جيدا وتقرأ الآية كاملة؟ حاول. قرأها من قول عز وجل لولا إلى كلمة مذموم. ها؟ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. أحسنت، بارك الله فيك. فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين. شوف انتبه معي ابن أيوب، الجيم في كلمة فاجتباه، في كلمة فاجتباه الجيم فيها صفة القلقلة، لما تقول فاجتباه يصير حرف غير الجيم، يعني يتغير صوته تماما. فج أج ف
فاجتباه ربه، وده قرأت بالإمالة، فاجتباه ربه. أعدها. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذه الواو كذلك تعطف، أعيدها لو سمحت. يعني صلها، لما سمعوا الذكر ويقولون، يعني لا تقف على الذكر ثم تبدأ ويقول، اقرأها كاملة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. واضح. إن استطعت أن تملأ يعني صدرك بالنفس وتقرأها كاملة هذا أفضل. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ليزلقونك وواصل. نعم. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ما هو إلا ذكر للعالمين. أحسنت، بارك الله فيك، تلاوة طيبة ممتازة، جزاك الله خيرا. أيوب، يعني قراءة طفولية، صوت طفولي ما شاء الله، ومع ذلك حافظت على الأحكام العامة مع تلك الملاحظات التي ذكرتها لك، وهي تعتبر يعني باعتبار سنك وباعتبار المرحلة التي تدرس فيها تعتبر لا شيء، لأننا كلنا كنا في هذه المرحلة وتعلمنا والحمد لله. جزاك الله عنا خير الجزاء. شكرا. عفو. الآن نعود أو نذهب إلى ابننا مسفر. والناس مسفر، والناس كم عمرك؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، عمري 14 سنة، أدرس في الرابعة متوسط. ما شاء الله، نفع الله بك، يعني هذا العام إن شاء الله عندك مقبل على امتحان المرحلة المتوسطة، ندعو لك إن شاء الله ربي يوفقك للنجاح وتنتقل إلى المرحلة الثانوية إن شاء الله. كم كان عمرك لما بدأت حفظ القرآن الكريم؟ كان عمري عندما بدأت حفظ القرآن الكريم 11 سنة. ما شاء الله. والآن في أي سورة وصلت؟ أنا الآن في سورة المائدة. ما شاء الله، نفع الله بك، يعني بقي معك الآن سورة النساء وسورة آل عمران وسورة البقرة وتختم بحول الله تبارك وتعالى. ندعو لك إن شاء الله ربي يوفقك وتختم القرآن كاملا حفظا ويجعلك من القراء الذين ينتفع الناس بهم إن شاء الله. أنت الآن في السنة الرابعة متوسط ومقبل على شهادة أو على امتحان شهادة المتوسط وتحفظ القرآن، يعني كيف استطعت أن توفق؟ أنا دائما أحب أن أسأل حفظت القرآن، هذا السؤال يتكرر معنا كثيرا حتى يكتشف غيرك من طلاب العلم أو من التلاميذ هذه المنحة الربانية ويكتشفون هذا التوفيق الإلهي من الله تبارك وتعالى، لأنه كثير من الناس يظنون أو يعتقدون أنهم إذا اشتغلوا بحفظ القرآن قد يؤثر هذا على دراستهم في الدراسة النظامية في المدرسة أو في الثانوية أو في المتوسطة أو حتى في الجامعة. فلما نجد مثل هذه النماذج التي تحضر معنا فاطمة الزهراء وأيوب ومسفر، يعني نفهم بأن هذا الكلام غير صحيح. في الواقع يستطيع الإنسان أن يحفظ القرآن الكريم وينجح فيه وينجح أيضا في دراسته النظامية. نعم. أولا، القرآن ليس بالأمر الهين. نعم. وعلينا بتنظيم الوقت بين والتوفيق بين الدراسة والقرآن، بتنظيم الوقت، فتخصيص وقت للراحة، تخصيص وقت للقرآن، وتخصيص وقت للدراسة. ما شاء الله، يعني أهم حاجة هو التخطيط والتنظيم واستغلال أوقات الفراغ لأداء هذه المهمة العظيمة، هي حفظ كلام الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقك
ييسر لك ختم القرآن الكريم والنجاح إن شاء الله في امتحان شهادة المتوسط. يلا على بركة الله نقرأ من قوله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب أعدها وإتي بغنة الإدغام. يوم يكشف عن ساق ويدعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. انتبه معي ابن مسفر. فهم من مغرم، عندنا ميم ساكنة في ميم متحركة، إدغام، إدغام نون ساكنة في ميم متحركة، في النهاية نفس النطق يعني ميم مشددة. الأولى لم تعطيها أي زمن إلا تقريبا صغير قليل جدا من الغنة، والثانية أعطيتها حقها من الغنة. فانتبه، الغنة لها مراتب، أطول ما تكون زمنا في النون المشددة وفي الميم المشددتين المشددة، يعني في النون والميم المشددتين، هذه أطول ما تكون زمن، مثل هذه التي قرأتها. فهم من مغرم مثقلون، يعني ثلاث مرات. عندنا أيضا الزمن الذي يكون أدنى منها لما تكون هذه النون الساكنة أو الميم مخفاتين، النون الساكنة تخفى عند 15 حرفا والميم تخفى عند حرف الباء، أو تكون النون الساكنة مدغمة إدغاما ناقصا، هذه المرتبة الثانية تقول تكون أقل زمن من الأولى. والأدنى منها هي النون الساكنة والميم الساكنة، وأقل مراتب الغنة هي الميم والنون المتحركتين من غير شدة. واضح؟ فعندك هنا في هذه الآية: فهم من مغرم مثقلون، عندك الميم في الميم والنون في النون ونون التنوين في الميم، واضح؟ الثانية النون في الميم، فكلها لها زمن واحد والنطق بها يكون على هيئة واحدة، يعني ميم مشددة، واضح؟ أعيدها لو سمحت. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه التلاوة الطيبة في ميزان حسناتك، وأنت كذلك ابن أيوب، وأنت كذلك ابنتي فاطمة الزهراء. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المشاركات والتلاوات في ميزان حسناتكم ووالديكم. الآن مشاهدين الكرام، إن شاء الله سنسعد باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاواتكم إن شاء الله لتصحيحها، ولنستفيد جميعا كما كنا نستفيد من تلاوة هؤلاء الطلبة الذين يحضرون معنا هنا في هذا البرنامج. لكن إن شاء الله نأخذ فاصل ثم نواصل بعد ذلك إن شاء الله. قبل الفاصل نذكر بأرقام الهاتف، انتبهوا معي مشاهدين الكرام، ستظهر الأرقام الهاتف أسفل الشاشة 021-39-43-43، والرقم الثاني 021-37-42-87. نسعد كثيرا باتصالاتكم واستقبال تلاوتكم حتى نستفيد جميعا إن شاء الله. إذا كان في اتصال نأخذ أول اتصال مباشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أمة الله من ولاية بثنا، أهلا وسهلا بك أختي الكريمة. أهلا بك شيخ. الشيخ معليش راح نقرأ إن شاء الله محاولة صورة متيسرة من صورة مساء طريق الأصبع، هاني محاولة. مرة اللي فاتت كقريت عليك من نازئات شيخ كباو عليا الخط ما سمعتش الملاحظة، بغيت توجهني برك. خلاص، هو الأصل أن بعد قطع الخط تستمعين إلى الملاحظات من خلال الشاشة، يعني من خلال القناة. ما كنت طيب، لا حرج. معليش إن شاء الله نقرأ ما يتسر من صورة عباسة. نعم، لكن انتبهي معي أختي الكريمة، فقط انتبهي معي لما تكوني تقرأي في صورة عباسة راكي تقرأي وراكي حط بالك معايا، يعني لما أنبئك على ملاحظة ما. واضح؟ معليش الشيخ، يعني إذا كانت فيه أي ملاحظة أصححها لك في آنها. نعم تفضلي. إن شاء الله في آخر، معليش اليوم عندي يعني عندي لنتبع في الشيخ. خلاص على بركة الله. ممتاز ممتاز. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
الشيخ هذه بالنسبه ثم اذا شاء انشره نقدر نحقق الهمزتين؟ ما عنديش معلومه عليها. لا، الشاء بالنسبه للاصبهاني تحقق الهمزه الاولى وتسهل الثانيه بين بين. شاء انشره بهذا الشكل، شاء انشره. سامح، يلا أبارك، نحاول ونشوف الشيخ. سهلة بسيطة، بسيطة جدا. عوض أن تقرأي شاء أنشره، سهلي الثانية فقط بين بين أنشره بهذا الشكل، شاء أنشره. يلا بسم الله على بركة إن شاء الله. نعم. ثم إذا شاء أنشره. أنت حذفتي الهمزة بالكلية، تسهل تبقى على أصلها. شاء أنشره يعني ننطق بهمزتين إحداهما محققة والأخرى مسهلة بين بين، واضح؟ لا تحذفها. يلا بسم الله على بركة الله. ثم إذا شاء أنشره، هذه بالتحقيق. معلش، المهم تأخذ القاعدة وتدربي عليه فيما بعد. شاء أنشره بهذا الشكل. شاء أنشره. نعم. واصلي. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لما تقرأين الأصبهاني وبنيه، انتبهي معي، لما تقرأين الأصبهاني. نعم. من نعم. بالنقل يوم يفر المرء من أخيه. أيوه، بالنقل من أخيه بهذا الشكل. نعم. إيه. أعيدها. يوم يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. لا، بالنسبة إلى شأن شأن يغنيه مع إبدالها. كاد نزل ما درت صح. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. بارك الله فيك الشيخ. وفيك بارك الله، جزاك الله خيرا. أسأل الله تعالى أن ينفعك وأن يعلمك ما لم تكوني تعلمين. معنا اتصال آخر. أختنا بسمة من العاصمة، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أختي الكريم. آمين، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. يلا بسم الله. لو سمحت طلب بسيط قبل ما نقرأ. معلش تفضلي. في دعائك كلمة أحيانا تدعو رحم الله مرضى ذاك أو مرضى ذاك، هذه تخص بها الصبيان فقط يعني، حتى نحن محتاجين لهذه الدعوة إن شاء الله. إن شاء الله تعمنا جميعا هذه الدعوة إن شاء الله. نقول دائما بارك الله في من رباك وعلمك ووجهك. وطبعا كلام عام، أنا لما أكون أتحدث مباشرة مع الأطفال أخصهم بهذه الدعوة، واضح؟ لكن إن شاء الله تعمنا جميعا إن شاء الله، نؤمن. فمن قال آمين فهو داخل في الدعاء إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين، رفعك الله وأهلك بالقرآن في الدنيا والآخرة. آمين، ورحم الله من رباك وعلمك آمين. إن شاء الله. نعم تفضلي. عليك فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف. خير إن شاء الله، إن قطع الخط عن هذه التلاوة المتقنة ما شاء الله، جزاك الله خيرا. هل في اتصال آخر؟ نعم معنا أختنا فاطمة من العاصمة، أهلا وسهلا بك. مرحبا بنيتي، تفضلي نحن في الاستماع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. تقوى. التقوى، اهلا وسهلا بك، تفضلي. دقائق صوت الصف. يلا بسم الله على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا بنيتي. سأعرض لك أختي حفصة. يلا بسم الله على بركة الله، تفضلي حفصة. يلا بسم الله، أهلا وسهلا بك يا بنيتي. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك يعطيك محمد. لا واصلي واصلي قليلا. ذلك فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حسبك معليش حسبك. بارك الله فيك بنيتي، جزاك الله خيرا ان شاء الله. يلا محمد، كم عمرك حفصه؟ كم عمرك؟ 9 سنوات. ما شاء الله. ايش حتى حافظه من القران؟ أنا حافظة قاف. كم؟ قاف. حتى سورة قاف، ما شاء الله، ربي ينفع بيك إن شاء الله ويبارك فيك إن شاء الله، تختم القرآن كاملا إن شاء الله. قولي آمين. آمين إن شاء الله. يلا نستمع الآن إلى تلاوة أخيك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الساخر، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصور والسائر، إنه على وجهه لقادر، يوم تبلى السرائر، وما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمنهم ويدا. حسبك، بارك الله فيك يا بني. كم عمرك ابني محمد؟ عمري 7 سنوات. ما شاء الله. شحالك حافظ القرآن؟ كم تحفظ من القرآن الكريم؟ سورة عبسة. ما شاء الله، ربي يوفقك وييسر لك أمرك حتى تحفظ القرآن كاملا إن شاء الله. ما شاء الله، عائلة قرآنية، نفع الله بكم جميعا إن شاء الله، وبارك فيكم وفي من علمكم ورباكم، جزاكم الله خيرا. آمين إن شاء الله. معنا الاتصال آخر، أعتقد فاطمة من تلمسان. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام على أولادي الحاضرين في الحصة. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله لهم التبات إن شاء الله، وأولادي وأولاد المسلمين جميعا. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. نعم. إن شاء الله سأقرأ الآيات التي قرأها الأبناء. يلا بسم الله على بركة الله. نعم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين حسبك كافي أختي فاطمة جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين جزاك الله خيرا مشكورة جدا على هذه التلاوة الطيبة المتقنة حافظك الله تبارك وتعالى جزاك الله خيرا إذن مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من المشاركات نحاول أن نذكر بعض الملاحظات التي تتعلق ب تلاوات إخواننا المشاهدين الذين شاركوا معنا في هذه الحصة إن شاء الله نبدأ مع أختنا آمة الله من ولاية باتنا قرأت علينا سورة عبسة من برواية ورش من طريق الأصبهاني كنت قد ذكرت لك بعض الملاحظات التي تعلق